هو طبعا على كمية بتاعتنا. يستخدم المياه في الضغط والإكراء، لأن هو على سبيل المثال ممكن يغرق السودان من غير سد ما ينهار، لأنه بوابات السد تستطيع أن تطلق كميات من المياه. السدود السودانية الصغيرة على نهر النيل الأزرق لا تتحملها، فهتنهار هذه السدود السودانية وهتغرق كل المساحة من الحدود إلى العاصمة الخرطوم. فده دي سلاح إكراه شامل، ودي حتى الآن للأسف خاصية قاصرة فقط على السلاح النووي، لكن أثيوبيا الآن تريد أن تستخدمها بوسيلة أخرى وهي المياه. النقطة الثانية أنه في أوقات الجفاف من الممكن أن تحتجز المياه وتحدث مجاعة مائية في مصر، وتكون هذه ورقة ضغط سياسية واستراتيجية. ممكن أيضا أن يستخدم في البيع، بيع المياه. في كل الأحوال أثيوبيا تريد أن تحصل قوة استراتيجية هائلة عبر امتلاك ورقة المياه، يعني لكي تكون هي القوة الأولى في القرن الإفريقي وفي حوض النيل على حساب مصر والسودان. هي دولة أو كيان غير مؤهل لذلك. دكتور هاني، أثيوبيا قالت إنها تعمل ملء التاني، أعتقد اللي هيكون في شهر 6 الجاي، والملء التاني اللي هيكون 18 مليار متر مكعب، وبالتالي بتتكلم على 25 مليار متر مكعب أو 23 مليار بمعنى الدقيق متر مكعب، وبالتالي يكون زي ما بيقولوا الخبراء المعنيين إنه عمل تثبيت للسد. هل هنفضل مماطلة لحد الملء التاني وبالتالي كل سنة وكل سنة وكل سنة؟ طبعا هو لو حصل هو الملء الثاني فنيا يبدأ في الفيضان في شهر 7 زي ما حضرتك تفضلت. نعم. لكن ها السؤال، هل أثيوبيا ستستطيع استكمال يعني هتكون جاهزة للملء الثاني في يولاي؟ طب مسألة دي لسه ما يعني مطروحة للتساؤل. النقطة الأهم أنه لو هي اجتهدت في البناء وبدأت الملء في شهر 7، هي هتمتلك فعليا القنبلة المائية تجاه السودان. يعني مصر مش هيحصل لها حاجة، لكن خلاص أصبح في قنبلة مائية موجودة خلف السد تستطيع بها إغراق السودان. وهذا هذه مسألة خطيرة. يعني السد عندها هياخد حصانة، ما حدش هيقدر صح يقرب من هذا السد، لأنه خشية على أشقائنا. القنبلة دي هتنفجر في وش السودان، في وش السودان طبعا. يعني الخسائر الهائلة، ويعني وبعدين زي ما حضرتك متابع، الأطماع الأثيوبي الآن في مناطق شرق السودان أصبحت علنية ورسمية. بس الجيش السوداني أبدع الأيام اللي فاتت وحرر كل الأرض اللي بقالها 20 سنة أيام البشير محتلة، لكن هم طبعا حشدوا قوات، والإريتريين حشدوا معاهم قوات وما قدروش يبدأوا الهجوم لأنه الوضع في التجراي انفجر مرة أخرى. الخلاصة أنه الأطماع التوسعية لو 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 تم الملء الثاني، هذه الأطماع التوسعية ستكتسب قوة وقوة دفع كبيرة جدا للغاية، اللي هو سيب وأنا سيب، سيب الشرق وأنا المية هتصرف، ولا هيغرق السودان كله، ولا هيغرق. فطبعا السودان مش هيقدر في هذه الحالة أن يواجه هذا الخطر بمفرده، وهو في الحقيقة هيكون خطر أيضا على مصر، لأن الأمن القومي السوداني والأمن القومي المصري لا ينفصلان. مظبوط، كلام محترم. طيب نعم. الكلام في مصر النهاردة، البيان أنه مصر أكدت في الاجتماع ضرورة التواصل في أقرب فرصة ممكنة للاتفاق وقبل بداية المرحلة الثانية من الملء بما يحقق مصالح المشتركة ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية، وأنه هيكون في اجتماع بين الدول الثلاثة يمتد لمدة جولة مفاوضات لمدة أسبوع للتباحث حول احنا لسه هنقعد تاني واحنا لسه نتباحث حوالين جوانب فنية وموضوعية ونقاط خلافية، لسه هنقعد تاني نتكلم. المنطوق بتاع البيان هو امتداد للاستراتيجية المصرية، هو اللي من سنة نفس الفقرات اللي بقراها من سنة، ده من 10 سنوات. يعني هو احنا بادئين بالطريقة دي من 10 سنوات، لكن بنقول انه خلاص يعني بلغ السيل الزبا وطفح الكيل، ويجب ان يكون هناك يعني تعبيرات اكثر خشونة تجاه العجرفة الاثيوبية الفارغة والتافهة واللي بتتسم بالفصام وبتتصم بالبارانويا. يعني دول ناس مفصلين عن الواقع بشكل كامل، وابي احمد ده مفصل عن الواقع والطاقم اللي بيعمل معاه، فحان الوقت
انه تصل رسائل لاثيوبيا انه هذا غير مقبول وانه لن يستمر اكثر من ذلك. اخر نقطه اجد فيها اللي حضرتك بتقوله امتى؟ نعم. الاسبوع اللي جاي يعني نهايه الاسبوع الجاي خلاص نقول نقطه خلاص من اول وخلصنا ولا ايه؟ ولا هنفضل لحد امتى؟ والله يعني المسرح جاهز ان مصر تاخد انحياز جنوب افريقيا. جنوب افريقيا هتسلم الرئاسه بعد شهر، هتنتهي رئاستها هذا الشهر في نهايه هذا السنه. لكن مفيش حاجه هتتحل الشهر ده. طبعا القياده السياسيه لها تقديراتها طبعا، ويعني تصب لديها كل المعلومات. نعم. وترى مسرح الاحداث كاملا بكل تفاصيله، واتصور انه احنا مش ممكن نستمر في الوضع الحالي اكثر مما هو عليه الان، لانه خلاص الخطر يقترب ولم يعد هناك وقت للمناورات، وخاصة أن مصر حققت كامل أهدافها من المرحلة الماضية بإبداء المرونة والتمسك بالقانون الدولي والتمسك بالتنمية المشتركة واقتسام المصالح وتبادل المنافع، لكن هذا الطرف الأثيوبي لا يسمع ولا يفهم. دكتور هاني، ليه إثيوبيا الأسبوع اللي فات دينا مفتي لما طلع اتكلم وجه الاتهامات لمصر وحاول ياخدنا في سكة تانية، ايه كان الهدف؟ وعشان كده الخارجية المصرية ردت رد قوي جدا. الهدف هو طبعا عايز يلفت الانظار عن المشاكل اللي عنده، عايز يوجه رسالة للداخل انه احنا بغض النظر عما حدث من صراع في اقليم التجراي حنكمل وعندنا القدرة نكمل، وعايز يقول ان مواقفنا لم ولن تتغير، وفي نفس الوقت يعني مفلسين ليس لديهم حجة يقولوها للعالم، فلجأ الى فكرة انه مصر عندها ازمات داخلية وانه الكلام اللي بتقوله عن خطورة السد غير صحيح. طبعا هذا كلام تهريج، لانه ده كلام مش بتاع رأيي او رأي حضرتك او رأي سين او صاد من الناس، ده كلام علمي يشهد عليه علماء وخبراء البنك الدولي والإدارة الأمريكية والأوروبيين والأفارقة وغيرهم. فكونه أنه يعني يطلع يقول كلام زي ده، هذا مسار للسخرية، ويثبت أيضا مرة أخرى وأخيرة أن هؤلاء الناس مشعوذين ودجالين. طيب عنوان كده نقدر يعني نقوله بشكل واضح أنه لا فائدة من المفاوضات، نقدر نقول كده ولا صعب؟ نعم، لا فائدة من المفاوضات مع الطرف الأثيوبي. يعني هؤلاء لا يفهمون عملية التفاوض ولا يعترفون بالقوانين، ويعني يتعاملون بفرض إرادة الأمر الواقع كما تعودوا في صراعاتهم منذ قرون مع القوميات المحيطة بهم، فبالتالي لا يصلح معهم التفاوض، ويجب مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها. دكتور هاني رسلان بشكرك شكرا جزيلا.